تصاعدت حدة الاشتباكات بين القوات الأوكرانية والروسية على طول خط الجبهة. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن وقوع نحو 120 اشتباكا بين الطرفين، مشيرة إلى أن قواتها تمكنت من صد عشرات الهجمات الروسية معظمها بالقرب من باخموت وأفديفكا. وقد جرح 6 أشخاص واندلع حريق من جراء قيام مسيرتين روسيتين بقصف مدينة خاركيف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية. ينضم إلينا من كييف مراسلنا عامر العروقي، نرصد معك تفاصيل كل هذه الهجمات وأيضا كيف هي التحضيرات في ظل حديث نسمعه خصوصا من الجانب الأمريكي بأنه هناك هجوم روسي مرتقب قد يكون هذا الشهر أو الشهر المقبل. نعم كارولينا، فعليا أفاد سلاح الجو الأوكراني الليلة الماضية بأن الجيش الروسي نفذ هجوما باستخدام المسيرات والصواريخ، وتمكنت الدفاع الأوكرانية من إسقاط ما يقارب من 13 مسيرة كانت تستهدف منطقتي دنيبرو بتروفسك وأيضا منطقة خاركيف شرقي البلاد. كذلك أيضا قال السلاح الجو الأوكراني أنه تمكن من إسقاط 4 صواريخ كانت تستهدف بعض المنشآت المدنية المنشآت الحيوية في داخل منطقة خاركيف، مما أدى إلى إشعال حرائق كبيرة في منطقة خاركيف شرقي البلاد التي بات استهدافها متكرر وبشكل يومي. أما فيما يخص بيانات وزارة الدفاع الأوكراني فقد تحدثت عن وقوع ما يقارب من 119 اشتباكا مسلحا بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، ومعظم هذه الاشتباكات تدور حاليا في محور منطقة أفديفكا وتحديدا على تخوم مدينة تشاسوفيار التي بات سقوطها وشيكا على حد وصف الجانب الأوكراني. كذلك أيضا نفذ الجيش الروسي قرابة 90 غارة جوية، هذه الغارات استهدفت نقاط لتمركز القوات الأوكرانية، وأيضا رد الجيش الأوكراني باستهداف نقاط لتمركز القوات الروسية على طول خط الجبهة، والحال كان مشابها أيضا في المناطق الجنوبية وتحديدا منطقة خرسون التي بات الجيش الروسي يكثف من هجماته الصاروخية على هذه المنطقة بعد وصول معلومات للجانب الأوكراني أو للاستخبارات الأوكرانية بأن الجانب الروسي يحضر لشن هجوم واسع النطاق خلال هذا الشهر، خلال أواخر هذا الشهر سوف يتم من خلاله الاستيلاء على معظم المناطق التي كان يستولي عليها وهي منطقة دانيسك وخرسون، وأيضا كذلك الحال بالنسبة لمنطقة زاباريجيا وأيضا منطقة خاركيف. كارولينا، شكرا جزيلا لك من كييف مراسلنا عامر العروقي.